حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم وتقولونا أو تخابرونا وتعطونا رأيكم بهاي يعني هاي الأخبار أو المواضيع اللي نختارها بكل حلقة. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه إحنا عندنا تردد جديد، ترددنا على قمر النايل سات 10727. نتمنى من السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد الجديد حتى نظل وياهم 24/24. أي شخص يحب يتصل بينا يقدر يتصل بينا على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. أرقام البرنامج اللي تشوفوها حاليا عندكم رقمين، واحد واثنين، دني رقمين مخصصة إلى الداخل العراقي. أي شخص داخل العراق من زاخو إلى فاو يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام. أما ذني الأرقام الثلاثة تقدرون تتصلون بها أو عليها من أي مكان من داخل العراق من خارج العراق وتشرفونا وتنورونا حول المواضيع اللي نختارها. أما الرقم الأخير وهو هذا الرقم اللي تشوفوه هسه، هذا مخصص لبرنامج الواتساب، ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال. فأتمنى من السادة المشاهدين أنه ما يزعلون من عندنا على برنامج الواتساب، وأتمنى أن تكون الرسالة مكتوبة نصية متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هاي بالناصرية، أكو حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين بالناصرية. احنا السؤال اللي ينطرح هنا، المتظاهر ليش دا يعتقل؟ هو ايش سوى؟ يعني هو لانه طلع مع جبل الوضع؟ يعني لانه المتظاهر لازم الحكومه شو تسوي؟ يسكت؟ تبوق ولازم يسكت؟ العراق يفلس ولازم تسكت؟ الصناعه منتهيه ومريضه وميته سريريا ولازم يسكت؟ كل شيء بالعراق منتهي وهو لازم يسكت؟ انتوا ليش دا تعتقلون المتظاهر؟ ليش اليوم المتظاهر بالنسبة للحكومة العراقية أو الحكومة ببغداد أو السلطة عبارة عن حائط صيص، هم تبوق ماله وهم تبوق حاله وهم تبوق أوضاعه وهم تبوق كل شيء فيه وتبوق حقوقه بهذا البلد، والشغلة الوحيدة اللي هو دا يسويها هو دا يتظاهر حسب الدستور اللي أنتوا كتبتوه وأملاء عليكم بريمر وأنتوا اللي وافقتوا عليه واللي كفل حرية التعبير. أما حرية التعبير اليوم بالعراق غير مكفولة. ليش؟ لأنه جماعة مقتدى ما يقبلون أهل الناصرية يطلعون. فبما أنه جماعة مقتدى ما يقبلون لازم الحكومة توقف ويا مقتدى. شون يعني؟ تعتقل المتظاهرين، ومثل ما شفتوا السيارات والدبابات دا تفتر بالناصرية ودا تعتقل بالشباب ودا تعتقل بالناس. اليوم 1/12 ذكرى سنوية بالعراق نستذكر بها الشهيد. اليوم يوم الشهيد، بدال ما الحكومة تفكر تكرم شهداء الثورة بهذا اليوم اللي هو يومهم، هي فكرت انه تعتقلهم. بدال ما الحكومة تفكر بهذا اليوم ترجع حقوق الناس، الحكومة دا تفكر تعتقلهم. لو فوق القهر مصطفى الكاظمي يدز وفد، هذا فيديو ثاني ان شاء الله نعرضه بالحلقة، دز وفد للناصرية حتى الوفد هذا يمتص الغضب ويحمي المتظاهرين. لكن وجدنا أنه أكو أتباع للصدر يحرضون هذا الوفد على اعتقال المتظاهرين واتهموا المتظاهرين بأنهم قتلت الشباب بالعراق. أنا هاي العقلية اللي مدى أستوعبها لحد الآن. شاب عراقي شايل العلم ويفتر بيش كتله بالعلم؟ لو كتلب كلمة نريد وطن، شو هم دا ينكتلون من عندهم وهم اللي دا يعتقلون من عندهم وهم اللي دا يتهمون؟ هسا ما افتهمنا انتو المن جايين تحمون وليش دزيتوا وفد وشنو غايتكم؟ يعني بكل بلدان العالم تصير مشاكل وتصير تظاهرات، دول العالم المتقدم والمتخلف. احنا دول العالم الثالث، دول العالم الثاني والاول تصير بها تظاهرات، وشفنا في بلدان العالم وزراء اندبوا بحاويات الزباله، وشفنا في بلدان العالم رؤساء حكومات اعتقلوا، وشفنا في بلدان العالم لما المسؤول يثبت عليه السرقه او تثبت عليه تهمه الاختلاس شو يصير به. الا بالعراق المسؤول يبوق،
لحد ما تحمل حديدة عليه أو مو تحمل حديدة، لحد ما تصير العين عليه واسعة والعالم تشوفه وش يسوي، يشلع، بس يشلع بالدخل، يفلت يروح لوحدة من الدول اشترى عقارات واشترى ما أعرف شنو، يصير هارب، والحكومة العراقية ما تعرف فلوسنا وين صارت، أو السلطة أو الأحزاب. والأمثال هواية، إذا نريد نعدد أسماء المسؤولين اللي باقوا العراق ونهزموا يراد لي مو حلقة، 10 حلقات. إذا نريد نذكر واحد بس، وزير الكهرباء أيهم السامرائي اللي باق فلوس العراقيين وصارت عليه تهم فساد وطلع برا وقام يسوي مؤتمرات بالخارج إنه ما بايق شيء، وتاليتها يروح يمول الحملة الانتخابية مال باراك أوباما بذاك الوقت، لأنه الأخ يقول أنا ديمقراطي، أنا أنتخب أوباما. زين، إذا أنت ديمقراطي وتنتخب أوباما إيش جايبك تحكم بالعراق؟ هم ما أعرف. عبد فلاح السوداني واحد من أكبر سراق المال العام، رايح داير يريد يشتري لي نادي رياضي بلندن أو بإنجلترا عفوا، وغيره 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 وهواية. بس لليوم ما شفنا شيء، ما شفنا جت الحكومة العراقية وقالت احنا عندنا حملة على الفاسدين، نريد نرجع فلوس العراقيين حتى نقدر نطي رواتب، بس هي ناسية الفاسدين ونريد نسوي اقتراض. ويطلع لنا واحد يقول طبعا ما عندنا فلوس بالبنوك، لأن الشعب العراقي ما دا يحط فلوسه بالبنوك، ودعوا فلوسكم بالبنوك حتى نقدر نطي رواتب أو يصير عندنا حركة بالفلوس. أبو علي من واسط ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. مساء لجمهورك. حقيقة تعقيبا على اقتراح السوداني اللي جه وراد يشتري نادي كارلي في 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 ويلز، وراد يشتري الأسهم، وراد يشتري يعني حوالي 55% من الأسهم، فقالوا له ما عندنا مشكلة، أموالك حولها. قال لا أنا راح أعطيكم إياها كاش. فهم استغربوا ماكو كاش بأوروبا، فقالوا له تجيب لنا التحاسب الضريبي مالتك. فقال ما عندي تحاسب ضريبي، أنا تاجر بالعراق. قال إذا تاجر تجيب لنا يعني أي شيء تحاسب ضريبي لازم أنت، حتى فلوس نعرف قيمتها منين جاية يعني، ولا هذا غسيل أموال وغيرها. فآخر شيء تفضوه الرجل يعني. نعم. هذا حقيقة، وأنا يعني شاهد على هذا الواقع. الوفد اللي دزل كارني، وطبعاً هو ما دزل لحماية المتظاهرين، شوف ساعات الأمة ظلت بس ثواب الحبوبي هم اللي بطوا ورفضوا أي مصالحة أو يعني تفاهم مع أي حزب أو سلطة، وظلت بس هي الخير الحبوبي يعني التحرير البصرة غير بعضها أجبر، وبعضها مع الأسف تعاقد مع الحكومة، لكن الثوار الناصرية قالوا لا احنا لا نعرف احد ولا غيره. فهم دايشين الخيم، ترى ما جاهم يدين تفاوض ولا غيرها، يعني هم اللي اول اللي قتلوا جماعة وقت الصدر عمالي بتنجمة تحقيقية، هم قالوا احنا اللي قلوا احنا الشجمة الناصرية، ومن اجوا صار القتل. بعدين كان يوم اجوا استغفر الله اسمهم ربع الله، اللي لحد الان ما حد يعرف ربع الله منين طلعوا. طبعا الحكومة تقول أنا ما أعرفهم منين طلعوا، لكن هما شلون اللي لملوم من الميليشيات اللي من ضوية تحت اسم الحشد وجماعة مقتدى، فسووا تشكيل جديد حتى ما يدبون السوق على الميليشيات المعروفة، فسموا انفسهم ربع الله. هم يعني يحنون يقولون احنا نسوي، واعتقد هذا مال المساجد اللي في بغداد، اعتقد هذا واضح، وقالوا هم صوروا انفسهم. فهم اجوا يبدون يشيلوا خيم الاعراض دي من اجى، فهم اساسا يعني ثوار تشرين في الحبوبي قالوا مستحيل نشيل الخيم وراح نبني خيم وما نشيلها الا بالانتخابات، ولا لا يريد يعني نتكشف الحقائق. ما احنا ما في شيء مخفي بالعراق، كلهم يقولون يعني مختلف صار نفسه، هو وصف الثوار بالجوكريه، مع انه الكارمي نفسه قال ما اسمح لاي احد يوصف الثوار الجوكريه او غيرهم، وهذا تحدي. لكن انا اتحدى الكارمي يروح يقول المقتدى ليش، او يحكي يا رب الله، خلي يقولهم لا.
لكن انا اقول وانا يعني بصراحه كلي اسف اني اقول الكلمه هذه، لو هذول ربع الله جماعه ينتمون للمذهب السني، هذا طبعا انا احكي للسياسيين مو للعراقيين، يعني اتحدى اي عراقي يقول راح يعوفونهم ويخلونهم، وهم متظاهرين متظاهرين وصوهم الداعش، مر الله المتظاهرين بالمنطقه الغربيه يطلعون حتى ما يصفونهم بداعش ويقولون تشابه اسماء ويقولون اكو شاهد زور واربعه ارهاب. فالكاظمي لا يريد يعني يضلل الناس، ومع الاسف الحمد لله احنا بنقول وكل يعني ضاره نافعه. اليوم الكاظمي يعني خدع الثوار انه هو مع الثوار، والزمن السبع اشهر هذه كشفت ان الكاظم رجل صاحب وعود وبس، وكل كلامه كذب. كذلك مقتدى الصدر راح يطلع بهذه على قولتهم يسمونها غزوه الحبوبي، لكن فشل ذريع، والدليل كل الاتباع السيد الصدر اللي كانوا هم يعني هم على حسب ظنهم معتبرينه قدوه، يوم انفصلوا عنه، واكو انقسام كبير جدا بجماعه مقتدى الصدر، سواء الجماعه اللي تابعين او العلماء نفسهم يدعون العلميه طبعا. نعم. كذلك انه اليوم العراق اليوم اللي يعيشه هذا الناتج هو كله ناتج يعني بذره الجيش المهدي، وما حد يقدر ينكرها، لا حكومه ولا شعب، كل الفصائل الموجوده الان هي كلها ناتج جيش المهدي اللي اسسه مقتدى الصدر. يعني سبب هلاك العراق يعود الى مقتدى الصدر، لا وبعدين الشمال ياخذ رئاسه الوزراء. انا من هسه منا اتحدى مقتدى الصدر ياخذ له 30 مقعد في الانتخابات الجايه، حتى لو زور، حتى لو زور هم راح ياخذ 30. لكن انا اقول لاخواني الثوار في كل مكان يعني طريقنا للانتخابات بعد ماكو، لان هذول اذا ما رحنا راح يزورون وياخذون اسمائنا، واذا رحنا مستحيل، يعني اذا ما عندك ثقه باحد يا اخي بطل ورقه الاقتراع وانتهي. ولو انا حكي في سابق الاوانه، لكن اليوم احنا عرفنا من هو اعداء العراق، شكو واحد دخل للحكومه ودخل لمجلس النواب هو اليوم عدو للعراق، لان يقولون بالاصلاح، وين كنت عن الاصلاح؟ وانت مثل ما ذكرت حضرتك بيت يردون العراقيين يودعون اموالهم داخل البنوك حتى هم يصرفون رواتب. بعد وين الحكي اللي قال الورقه البيضاء؟ البيضاء وين هاي الورقه البيضاء اللي قام يشيع عليها عندنا ورقه بيضاء؟ شفنا من عندها الورقه البيضاء؟ مجرد صدق اصلاحات يقولها صف يعني مرحله رابع بكليه الاداره والاقتصاد. ما جاب شيء جديد. انت ما قدرت توقف اللي يهدد المستثمرين بالعراق. اللي وعدوك اكو بعض الدول العربيه وامريكا وعدت فلوس ما قدرت توفيها، ما قدرت تمنعهم، امنع السلاح، السلاح هذا السلاح الشيعي المنفلت اللي لحد الان ما ندري ايش وقت يكون السلاح الشيعي ارهابي، يوصفونه بالارهاب، بس يوصفونه ميليشيات، ما وصفوا بالارهاب ابد، بينما اشخاص طلعت مظاهرات بالرماديه وبالموصل وصفوهم بالارهابيين، وصفوهم بالداعش. وانا ترى حكي هذا مو حكي يعني العفو، ترى مو حكي طائفي، بس حكي حقيقه، هذا الموجود اليوم. اليوم اي واحد يعني سني يقول لا قالوا له انت ارهابي. بينما الشيعي السياسي، وانا ما اقول الشيعي المواطن، يعني الشيعي المواطن شفناهم كتلوهم هم يعني ودم بارد. وهم دزوا الطرف الثالث اللي يسمونهم، ترى ما جاهم الطرف الثالث من برا، ومن يحمل السلاح بس الميليشيات الشيعيه هي اللي تحمل السلاح. فهم قتلوهم، لكن هذا الامر ما يتبدل ان شاء الله، يتبدل بعزم الثوار ووقفتهم، واهل الناصريه والناصريه هي نفسها هي اساس الثوره. نعم. وحافظ يظنهم الجماعه ترى عيال الناصريه ما يهددون. نعم. وشفناهم كلهم، كلها ضمت رؤوسها وعيال الناصريه باقين. واني من اذاعتكم وسالاتي او من تلفزيونكم اوجه تحيه لكل ام شهيد. واقولها ابنك هو هذا راح يكون هو طريق الثوره، هو طريق النجاح ان شاء الله. وانا اشكرك استاذ يعني شكرا جزيلا لك ابو علي. ويانا من ليبيا محمد، حياك الله يا محمد. طبعا احييك حياك الله اخوي العزيز، احييك واحيي جميع المستمعين واحيي ضيوفك الكرام، و وجه شكري لك على إتاحة الفرصة للحديث عن الشأن العربي والشأن الليبي خاصة. أشكرك جدا على استقبالك لهذه المكالمة أو المداخلة. نعم.
حبيب قلبي لا شكر على واجب، تفضل قول. نعم انا عندي الحديث عن الشأن القومي العربي، احنا لما نتكلم على المشكله العربيه سواء في العراق او في ليبيا او في سوريا وبعض الدول يعني التي تشهد تدني او تشهد تدني او فوضى داخليه، هنا يبدا الحديث عن مساله القوميه العربيه والترابط العربي، والحقيقه يجب ان يكون هنالك موقف عربي حقيقي موحد اتجاه القضايا التي نواجهها داخليا وخارجيا. الان الموقف العربي اتجاه الدول العربيه التي تشهد تضرر من الناحيه الداخليه مثل ما يحدث في العراق وليبيا وسوريا ولبنان واليمن وبعض الدول التي تعرضت للمؤامرات حقيقه مواقعة مثل الدول الاستعماريه المتكالبه التي يعني بدات تغرس جذور الارهاب داخل هذه الدول بغرض تدمير شعوبها ومنع تطورها ومنع تنميتها. هذا مطلب اساسي يجب ان يكون هنالك توجه حقيقي عربي واهتمام عربي حقيقي. طيب. يعني العديد من القمم العربيه أخ محمد. العديد من نعم اخ محمد، احنا ببرنامج صوتكم يهمنا نسمع اراء الشارع العراقي والعربي بشكل عام، يعني اريد نعرف انتم كليبيين رايكم بما يحصل بالعراق اليوم شنو؟ والله يعني متاسف، يعني انا الحقيقه اقول يعني العراق يعني ربما دوله خسرها المجتمع العربي، يعني الدول العربيه خسرت دوله حقيقيه، دوله يعني والله يعني نتأسف، يعني نتأسف جدا، يعني دولة الآن تتعرض لمؤامرات يعني خارجية وداخلية، يعني دولة لها إمكانيات علمية ولها إمكانيات تعليمية ولها خبراء ولها علماء ولها يعني ولها بنية كانت يعني والله حقيقة الأمر يعني للأسف يعني ما تعرض له يعني من مشاكل داخلية من مؤامرات من الإرهاب يعني داخلي وخارجي، هذا ما نحن نعاني منه أيضا في ليبيا. نتمنى يعني أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة العراقيين تحت حكومة واحدة وتحت جيش واحد، وأقول للشعب العراقي نعم. يعني الآن كل الأمال الليبيين معلقة على اخوتنا العراقيين، يعني الشعب نعم. العراق الشقيق وقف مع ليبيا يعني في اشد ما تعرضت له ليبيا، يعني نعم. تربطه بليبيا علاقات صديقه واخويه. نعم نعم اخ محمد، بالنسبه الى وقفه الشعوب مع بعضها، نحن نعرف ان الشعوب العربيه هي شعب واحد. أنا أعتذر منك بس أحب أستقبل أكبر عدد من الاتصالات في البرنامج، شكرا جزيلا لدخولك ويانا برنامج صوتكم، وتحية من عائلة صوتكم وعائلة وأسرة قناة الرافدين إلى شعبنا في ليبيا، وحياك الله. أبو راشد من عمان، حياك الله يا أبو راشد. تحية لك أخ أسد والمشاهدين، طال عمرك إذا تسمع لي أتطرق إلى مدينة الحدباء الموصل اللي هي طال عمرك جامعة الموصل دمرت طال عمرك خلال اللي هو الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر خلال 17 سنة الماضية، هي دمرت جامعة الموصل، واعتقد أن بالدول في الكويت طبعا قبل 3 سنوات تبرعوا 30 مليار لإعمار المناطق المدمرة، أين ذهبت الأموال هذه 30 مليار؟ وهي طبعا جامعة الموصل هي من الحضارات طال عمرك، وهي اللي ثقفت هذول اللي واصلين على البرلمان كلهم حراميين نصاب. يعطيك ألف عافية ومشكور. شكرا شكرا لك أبو راشد. أبو راشد وجه سؤال إلى هذا السؤال يوجه أبو راشد، إحنا مباشرة ننقل إلى المسؤولين في الأحزاب والمنطقة الخضراء، يقول هنالك أموال أعطيت كمنح إلى الحكومة العراقية لإعادة المناطق لإعادة المناطق المدمرة، أين ذهبت هذه الأموال؟ سووا مؤتمرات كثيرة للمنح وللجدية ومش تسموها حتى يأخذون فلوس يعيدون يعني أعمار المناطق المدمرة. لليوم ما شفنا شيء عمر في الموصل في
محافظة نينوى بشكل عام، أو بصلاح الدين، أو بالأنبار، أو بكركوك، أو بديالة، أو بجرف الصخر، أي مكان صارت به عمليات عسكرية مثل ما سموها هم عمليات التحرير من تنظيم داعش الإرهابي. لكن المشكلة أنه هم سووا عمليات عسكرية، حرروا الناس، وراها اتهموا الناس أنه هم كلهم دواعش. وهسه أكو مشكلة كبيرة أنه المخيمات اللي حاطين بها النازحين يردون يغلقوها، وقاموا يرجعون النازحين لمناطقهم المدمرة. يعني عفوا، اللي عنده بيت مدمر وواقع راح يرجع له غصبا ما عليه، ولا حصل تعويض ولا حصل شيء. إضافة أكو هواية دا يتهمون أن هم عندهم صلات بهالتنظيم الإرهابي اللي دخل بليلة وضحاها، وما حد يعرف شلون دخلوا، بس اللي كانوا حاكمين. وهسه ما عندهم لا هويات ولا جناسي ولا شهادة جناسي ولا مستمسكات، لا يقدرون يدخلون ولدهم مدارس ولا يقدرون يتحركون. فهاي واحدة من المشاكل اللي الكبيرة اللي موجودة عندنا. لكن اليوم احنا نريد نسأل سؤال واحد، المتظاهر شنو اللي سواه غلط حتى يجابه هاي المجابهة الشعواء، أو الطريقة ما نريد نسميها غبية، هي طريقة ما أعرف شلون أسميها، قتل واختطاف وتعذيب ومحاولة يعني تكميم أفواه الشعب العراقي وإرهاب الناس بطريقة مبطنة على يد السلطة. كل هذا حتى الثورة تسكت. شنو اللي سواه المتظاهر حتى يجابوه بهاي الطريقة؟ صباح من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل، رحب بكم قناتكم الكريمة. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا العزيز. بالنسبة لتقريرك الاعتقالات الحالية اللي جاي يصير بالناصرية، نحن نعرف قائد عمليات ذي قارة والناصرية، يعني ما راح يطلع ينفذ أوامر من تلقاء نفسه، يعني أكيد جت أوامر وأخذ الضوء الأخضر من رئيس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحة. هاي الاعتقالات تصير بأمر رئيس الوزراء، لأن ما يقدر يعني بقد ما هسه الناصرية ملتهبة والشارع محتقن والأهالي شهداء والجرحى، يعني دمهم يغلي على أبنائهم اللي فقدوهم بسبب مقتدى صدر وزبانية من سرايا السلام. فقائد العمليات وقائد الشرطة نفذهم هذا الأمر، يعني أمر عسكري جاهم مو من تلقاء نفسهم. مصطفى الكاظم نريد نوضح للناس هو جزء من هذول الناس القتلة والفاسدين، وهو جاي يغطي بالتحقيقات اللي يشكلها اللجان اللي يشكلها المزيفة، جاي يغطي على القتلة. والدليل من بداية الثورة لحد الآن ما مسكم أي مجرم وقاتل وقالهم هذا تابع الفلان فصيل من الحشد أو الميليشيات الولائية، يعني هو جاي يستر عليهم في سبيل مرحلة يقضيها لما يصل الانتخابات. كل ما مريود وجاي يعمل علي الكاظمي هو إيصال هاي الحكومة الفاسدة من دون انهيارها للمرحلة الانتخابات، والشعب كله يعرف أن مصطفى الكاظمي يجي هيك اعتباطا في سبيل يمشي الموضوع إلى الانتخابات اللي راح يزيفوها هم نفسهم. فالأوامر هاي لإلقاء القبض والقتل اللي هسه لحد الآن يعني يسرحون يمرحون، مصطفى الكاظمي كلها بأمره. يعني أنا عندي سؤال مهم هسه هنا أنا أخ صباح، سؤالي أنت قلت أنه هو يعني الدولة الميليشيات والقوات الأمنية ينفذون أمر جاهم من فوق، ومصطفى الكاظمي هو اللي وراء كل هاي الاعتقالات. متأكد أنه مصطفى الكاظمي هو اللي يطي الأوامر بالعراق؟ بالطبع، لأن هو أو إذا ما يطي أمر جاء أمر من اللي أعلى من عنده من السلطة الخفية، هي هيئة الحشد مثلا، هذا العامري ومقتدى صدر وقيس الخزعلي وأبو فدك والمالك اللي صرف مليارات على الحشد في سبيل تأسيسه ما يعادل حرس ثوري عراقي مثل الإيراني. فمصطفى الكاظمي جزء من عندهم، فإذا جاء أمر من عندهم أو من عنده يتنفذ. يعني مثلا هسه للاعتقالات الجاي يصير، ليش هو مصطفى الكاظمي ما يعرف بالاعتقالات راح يزيد غضب الشارع الاهل الناصيه. مو انا مسالت هذا السؤال لان اكو رؤساء وزراء قبله منعوا من دخول محافظات على يد الحشد، هو القائد العام للقوات المسلحه. بالطبع، ان احنا نعرف القانون، الحشد فوق القانون، والدليل هاي الاغتيالات اللي جاي يسووها والأسلحة الشايليها هي أساساً مو شرعية، وأن الحشد تأسس لمرحلة
ظهرت مجاميع ارهاب داعش وظهر عليها فتوى مرجعيه، لكن الان انتهى داعش حسب اقاويلهم هم، وان المناطق السنيه كلها تحررت وهي تخربت وتهدمت. المفروض بيهم يحلون هذا الحشد، لان هذا الحشد ما يعترف بالقانون، لا يعترف بوزاره الدفاع ولا يعترف بوزاره الداخليه ولا حتى اجهزه امنيه، يعتبر نفسه هو اعلى سلطه لان ارتباطه برئيس الوزراء وبرئاسه الجمهوريه، فهم شرعوا له ان يكون هو فوق القانون. والدليل انه جاي يقتل هذا الحشد، يعني صار اداه قتل، يعني اداه قتل مثل بغداد وبالنجف وبالبصره وحاليا بالناصريه اداه قتل ما حد يقدر يحاسبه، لا القانون يقدر يحاسبه. هسه احنا كشعب عراقي بكل اطيافه نعرف ان اللي صارت مجزره الناصريه سرايا السلام وراها بامر مين؟ من مقتدى الصدر. مقتدى الصدر مين اخذ الضوء الاخضر؟ اكو يا شركاء بالجريمه مثل المالكي ومثل ما عددنا لك اياه، مصطفى الكاظمي ما يقدر يحاسبه. فالقانون العراقي لو اكو قانون وان الحشد تحت القانون وتحت طاولة القانون، كان القانون العراقي صدر امر قبض بحق المجرمين واهالي الناصرية واهالي البصرة واهالي بغداد اللي صارت حوادث قتل وخطف وكل شيء سوهم وتغيب، يعرفون الجنات منه بالاسم، يعرفون فلان مكتب طلعت من عنده العصائب او سرايا السلام ومكاتب سائرون وغيرها اللي يصير بها المؤامرات، يعرفون ان الجاني منه، لكن القانون ما يقدر يصدر قبض بحقهم. ليش؟ لان قلت لك هم اعلى من القانون، فهاي ميليشيات ولائيه ما راح تبني بلد، لا مقتدى الصدر ولا الكاظمي ولا كل الرؤساء الموجودين اللي صاروا رؤساء وزراء ما راح يبنون بلد. والدليل 17 سنة دمار بدمار، يعني رجعهم الشعب العراقي إلى 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 100 سنة للخلف بكل مجالات الدولة، مثلا كزراعة وصناعة وتجارة وكل شيء. كل شيء احنا صرنا آخر الدول، يعني بسبب منه؟ بسبب هذا التداخل اللي موجود من الميليشيات الولائية، وما رجع يبنون، جاي يدمرون بلد، جاي يدمرون البنية التحتية لكل المحافظات العراقية. وشفناهم احنا مصفى بيجي منه السرقة، المراقد اللي موجودة بالموصل منه فجرها، منه كان مأيد هذا الموضوع، الدمار اللي صار بالأنبار وبصلاح الدين وبديالة حاليا ما بناهم أي شيء في سبيل واحد يدافع عنهم، كلهم ناس مجرمين وفاسدين. فالناس هسه المتظاهرين اللي جاي يطلعون جاي يطالبون مطالب شرعية، المفروض الدولة غصبا عنها تنفذ وتهيئ للمجتمع العراقي ان تهيئ لهم يعني بنية تحتية حقيقية، توفر لهم وظائف، توفر لهم امان، توفر لهم يعني خدمات، يعني 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 بنون كافي. عاد سرقة، وين الاموال اللي سرقت؟ هاي صار لها 17 سنة اكثر من 1500 مليار سرقها المالكي وجماعته، واللي هربوها بازمة ايران في سبيل ما يريدون ايران تنهار اقتصاديا ودعموها. واحنا نعرف احنا نص الشعب العراقي هو كاتل جوع، يعني حقيقة يعني نحكيها، اهلنا بالجنوب جاي يعانون الامرين، مواد غذائية ما عندهم، شلون ما يطلع يظاهر؟ لا شوارع مال اوادم، لا مصانع، لا الناس تشتغل، ماكو، كل شيء سرقهم البلد بالكامل. هسه جاي يريد يدينون من كل دول العالم رفضتهم، مع العلم علينا ديون اكثر من 150 مليار دولار، وجاي يريد يدين من المصارف الأهلية اللي هي الأموال أساساً الفاسدين عراقيين، كل المسؤولين الكبار هم أموالهم حالياً بالمصارف الأهلية والمصارف الحكومية تشتغل، يعني جاي يدينون فلوسنا احنا هاي بالمصارف، فلوس العراق مين لجتك انت؟ مين لك انت المصرف الأهلي 60 مليار و20 مليار؟ مين لكم؟ كلها فلوس النفط العراقي والمنافذ الحدودية والفرهود هذا البوغو وخلاها، وهسه الشعب العراقي رواتب ما عندهم. نعم. الدولة نعم. ما تقدر توفر له راتب، شلون ما يتظاهر عليه؟ نعم، شكرا لك أخ صباح. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم، بس بفاصل قصير، ابقوا معنا. هذه
انتم اليوم اجيتوا وقتلت ولدنا قاعدين بالحبوب وسبتوا داخلي بيقون ولبسون وتحميهم الدولة؟ ما يقعدون، والدولة ما جاية لحمايتهم. الدولة جاية احنا نريد حقنا من عندكم. الدولة جاية لأخذ الثأر إن شاء الله والاستقرار المدينة، لأن هاي المدينة انطت دماء وشارعنا امتلأ بالدم وبعد ما يتحمل دم، ولذلك تشوفون علاجنا كان بطريقة نريد نحقن دم ولكن نحقق الهدف اللي أنا تريد بهدف، وإن شاء الله تسمعون اللي يسركم واللي نافذ بثار هذا الشهيد البطل رحمه الله. الشيخ بعد منا وبينا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. نحب نذكركم مره ثانيه انه قناه الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايسات 10727، فنتمنى من الساده المشاهدين انه يدخلون ترددنا الجديد حتى نظل مستمرين وياكم 24 على 24. هذا الفيديو اللي حكينا عليه بدايه الحلقه، يعني من يقول قتلت ولدنا قاعدين بستوتاتهم بالحبوبي، لمن يقصد؟ جماعه الصدر جايين بستوته؟ هم المتظاهرين. زين، المتظاهرين صاروا قتلت ولدكم؟ ما اعرف. ابو عمر من بغداد ويانا، حياك الله. حياك الله استاذ افل حبيب قلبي، حيا قناه الرافدين وحيا الله مشاهدين قناه الرافدين في بغداد وكافه انحاء العالم. حياك استاذ افل. احنا بالنسبه للعراق اللي هو كان بالدول المتقدمه في العالم، واللي كان وضع الاقتصادي ووضع الشعب العراقي اللي كان متعايش مع دول الجوار اللي كان عليه فد صيت وفد سمعه فد شيء، يعني دول تهابه وله مكانه، له مكان، يعني بلد غني من طول من زراعه من صناعه، بس الامور اللي كان الشعب العراقي اللي متعايشه. لكن للاسف استاذ حكومه الاحتلال ومع حكومه ايران اللا اسلاميه اللي هي وميليشياتها اللي بعد احتلال العراق اللي دخلت، كان الحقد اللي موجود في داخلهم دمروا الشعب العراقي في القتل في التهجير وكافه انواع، يعني الحياه اللي استخدموها ظلم البشر اللي قاعد نشوفه، يعني 17 سنه هذا العراق ده ينزف دم من كافه انواع، يعني الاجرام اللي قاعد يصير به، وما اي حكومه ما حاسبت هاي الجهات اللي موجوده. يعني صارت عندنا كثير ناس يعني من هاي سلطه الاحزاب تقتل بالشعب، لا عندنا وزاره داخليه ولا عندنا استخبارات، لا كلهم يشكلون لسلطه الاحزاب وتستر لهم، لانه هاي القيادات والضباط اللي موجوده في وزارات الداخليه وكافه انواع الجهات الامنيه اللي تدعمهم مسيطرة عليهم هي سلطة الأحزاب وميليشياتها كأمثال هادي العامري وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر اللي ما يقدرون يسوون شيء، يعني تحت أمر هذه السلطة الموجودة، الأمر كل الموجود عندهم اللي هاي زعماء وميليشيات الأحزاب. دلالة على اللي كان يقولون في بدايات التظاهر انه من كان يقتل المظاهرين بالقناصين وكان الضرب يصير عندهم، كان يقولون الطرف الثالث، الطرف الثالث طيب، الطرف الثالث من عدة سنة واكثر،
زين اذا كان وزاره الداخليه اللي هاي قبعات الزرو كامثال مقتدى الصدر وغيره وغيره يعني من هذه الاحزاب اللي ما قدروا انه هاي الجيوش هسه اللي موجوده في ساحه التحرير وكافه المناطق ما كانوا يقدرون يامنون للمتظاهرين بانه دخول هذه السيارات ودخول هذه يقدرون يسيطرون عليها من خلال هذه الساحات. فهذه هاي الاكاذيب استاذ اسد يعني سود الله وجوه هذه الاحزاب وجوه هاي الحكومه بقياده دعكان الكاظمي او غيره اللي ما قادرين يقمم هذه الاحزاب وميليشياتها اللي قاعد جاي تقتل واللي ابناء عنده سلاح ولا عنده اي سند اللي مسنود عليه على مود لهم الحق ان يمسحون هاي التظاهرات وينهوها. لكن هم هذا صوت الشعب العراقي الصوت الوطني دلاله على انه يريد وطن اخراج هذه الاحزاب. فهاي الامور ما تصرف عندهم ابد لان جميع هذه الحكومه اللي متكونه من الاحزاب فالقوات الامنيه يعني ما تقدر تسوي شيء يعني امام هذه الاحزاب اللي قاعد جاي تقتل. وما حكومه الكاظمي يعني ايضا نفسه اللي كان يقول سوف احاسب من قتلت المظاهرين وابين. طيب هسه انت قدامك جاي هو نفسه زعيمهم مقتدى الصدر او غيره ده يعترف بنفسه يقول لك انا هيك ايش دا اسوي. انت اذا كنت وزير داخل وزير رئيس وزراء او وزير يعني ما تقدرون على ميليشيات قيس الخزعلي او احترامي يعني الا مشاهدي هذول الجرابيع يعني مقتدى الصدر وغير ما تقدرون تسيطرون عليهم. طيب انت دولتيش الشعب يعني يتحمد لكم الشعب الى يعني امنه. زين انتوا في داخل الشعب ما تامنوا زين كيف اذا صارت مع دوله اخرى تريد الحرب وياها شلون تقدرون تامنون الشعب العراقي؟ يمكن ينمحي اصلا الشعب وتطلعون من عندها اصلا ولا كان ما عندكم شعب. فلا عندهم ولا استاذ ولا الشعب ولا لهم يعني مصداقيه حب للشعب العراقي. هذا الشعب البريء اللي جاي يدفع يعني ارواحه على مشيله من اعاده وطن. يردون وطن يردون يعني بناء وطن جديد بناء على هذه الاحزاب الفاسده. فالقوة اللي عندهم استاذ يعني قوتهم على الشعب العراقي يعني استاذ الشبه القوات اللي موجوده بالعراق قوات يعني جدا هائله. هذول مجرد نمور من ورق ما يقدرون شيء يسوون امام سلطه الاحزاب ودلاله على الصواريخ جاي تنطلق للخضراء بين فتره وفتره جاي تنضرب امام هذه القوات يعني ما يقدرون يحركون ساكن نهائيا. يعني شنو وجودكم؟ شنو وجود الكحومي اللي جاي باعلاناته المزيفه اللي قاعد انا يعني سوف فلان شيء او سوي فلان شيء. طيب اذا انت رئيس وزراء ما قادر انه تحمي هذا البلد ولا المظاهرين تقدر تسوي شيء زين انت وجودك يعني للاسف خجل وعار وعيب عليك. عيب كل من يلزم رئاسه الوزراء يجب ان يكون قدها قدها يخلي الشعب يعني يحبه متماسك به انه قتل فلان زعيم او قتل فلان شيء. انت واحد من هذه الاحزاب يا مصطفى الكاظمي ما تقدر تحاسبه ولا تقدر تكتله ولا تقدر تسجنه. ودلاله على القوات حزب الله اللي مشيتهم يومين ثلاث ايام هديتهم. فانت موقعك بالاعراب لا شيء للشعب العراقي. وللاسف يعني انه الشعب العراقي على هيك حكومه وسلطه احزاب اللي بينت للشعب العراقي كليته اللي عرفهم اللي من هو اللي كان يقتل ومن هو اللي كان ينهب. ما توجد عندنا حكومه لا توجد يوجد عندنا عصابات كبيره يعني كل عصابه ومجموعتها وجيوش الكترونيه الجيوش هاي الالكترونيه اللي هي تاخذ الاوامر من الزعماء وقياديين كامثال هذه العامري وقيس الخزعلي والمالكي وهواي استاذ يعني احنا نظل هذا الشعب العراقي كل ما اثروا به كل ما تحكم من عده في الناصريه وكافه انواع يعني اين ما يكون بمحافظاتنا بكربلاء في النجف ازداد الشعب العراقي قوه ازداد قوه وازداد اصراره امام هذه الاحزاب. ومهما يكون استاذ ان شاء الله في ظل هذه الحكومه منتهيه ان شاء الله لان صوت الحق يعلو ولا يعلو عليه والنصر ان شاء الله قادم
وهاي الاحزاب سوف ان شاء الله تسحق تحت اقدام العراقيين، لان العراق ما يريد هيك احزاب وهيك ميليشيات اللي تحكمه، وسوف ان شاء الله يردد الوطن ان شاء الله من جديد، وإعادة الشعب العراقي حيث ما كان في السابق ان شاء الله. وهذول ان شاء الله مهزومين ان شاء الله بارادتهم وباراده هاي المظاهرين الابطال في بغداد والناصريه وكافه محافظاتنا الحبيبه. شكرا لك ابو عمر. ام عبد الله من بغداد حياك الله. ام عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الو. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ويا يا اختي تسمعني استاذ؟ اسمعك كلش زين. تحيه لحضرتك واذا قناتكم الشريفه وكل عراقي شريف. حياك الله وبياك. حياك الله من قال. استاذ يعني احنا كعراقيين يعني من شوينا صار لنا 17 دخلنا ل 18 سنه من هاي التصريحات اللي قدموها الحكومة بأنه أكو انتخابات ورح يتبدل الوضع. إحنا لنشوينا صار لنا 17 سنة انكتلوا بيه العراقيين بصدته وشيعته، يعني إحنا نبقى إحنا مع الاعتبار قشمار؟ يعني إحنا انتخابات ما تفيدنا أستاذ، لأنه الانتخابات إذا صارت طبعا أكيد البارحة أنه بيقول يصرح مقتدى الصدر يقول احنا نفوز بالانتخابات، ترى حقه. ليش ما نفوز بالانتخابات؟ لان عندك 9 مليون فرد من العراقيين تحت تصرفه استاذ، لانه عندنا 9 مليون فضائي ياخذون رواتب حشد وحرس ثوري وذيول، زين هذول كلهم ياخذون رواتب من الحكومه العراقيه وبعلم المسؤولين العراقيين. استاذ احنا الانتخابات ابد ما تفيدنا ولا نظام الحكم اللي قائم يفيدنا. ليش؟ لانه هم هذول عباره عن عصابات وميليشيات تستحوذ على ثروات البلد، يعني ضربت كل المصالح ومطمع الشعب العراقي بارض الحائط. هذا من جهه، جهه ثانيه يقول البارحه انه اللي صار بالناصريه مقتدى الصدر يقول هو اعتداء على المذهب. استاذ هو المذهب ايش خلوا بيه؟ هو اذا المذهب الحقيقي مذهب الجعفر الصادق، اذا واحد يقرا من السنه ومن الشيعه هي كلها اكثر كلها مذهب مقارب ولا ما في اي اختلاف عن مذهب السني. زين؟ لانه احنا الله واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد، فشنو الاختلاف؟ بس بالحركات. زين هم هذول رجال الدين ادخلوا كثير من الدجل وكثير من الشغلات على المذهب الشيعي بحيث الناس قسم من عندها ترى كانت تستوقف هذه الفكره. نعم لهذا اللي صار عندنا استاذ، احنا اللي صار عندنا صار اقتناء بالحكومه بالبدايه باعتبار انه حكم شيعي راح يحكم وكلهم يصيحون علي وياك علي. بالنهايه صارت الشغله انه الشغله هي استحواذ رجال الدين وكبار المسؤولين واكثر كبار المسؤولين اللي موجودين في العراقيين، اما امهاتهم ايرانيات واما لبنانيات واما زوجات لبنانيات. واذا اقول لك اذا استاذ بالنسبه لابدي بالمناطق الشماليه عندنا مسعود برزان امه يهوديه. طيب ام عبد الله انا بس اريد اعتذر منك بس لان صدقا الوقت راح يدركني وعندي اتصال اخر. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا بالبرنامج، واعتذر لانه ما خليتك تكملي كل الفكره بس عندي واتسابات همين اريد اقراها. ام حسين من الموصل حياك الله يا ام حسين. هلا السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك يما. يابا والله انا متابعكم على هاي القنوات. لا شكر على واجب. انا عندي سؤال معاكم. نعم. اي اخويا عندي اولاد معتقل بالناصريه. زين. عندي اولاد معتقل بالناصريه. سمعيني من التليفون ام حسين. ام حسين كانت تريد تحكي عن قضيه المعتقلين وتقول عندي ولد معتقل بالناصريه وكانت يعني تريد تتكلم عن هذا الموضوع، لكن مشكله الاتصالات بالعراق هي معروفه.
السلام عليكم، اشكر هذه اشكر هذه القناه واشكر هذا البرنامج، واني اليوم اريد اناشد الجهات المعنيه بخصوص السجينات المحكومات بالاعدام. هن النساء، ليش شنو تعدموهن تحت التعذيب اعترفا على نفسهن؟ باي حق تعدموهن؟ واريد اناشدهم يلغون هذا القرار مال اعدام، رأفوا بحالهن. واشكر هاي القناه اللي توصل صوتنا. وياكم ابو عباس من بغداد. السلام عليكم استاذ افل، وياك احدى طالبات كليه المعارف الاهليه، نطالب من حضرتكم بايصال صوتنا الى وزير التعليم العالي بتخفيض الاجور. والله عمل ماكو، يعني الاهالي منين يجيبون مليون و200؟ والله ما عندنا رواتب، يشتغلون عمال يعني، والعيشه لو تدفع القسط، وسبب احراج الطلاب والاهالي، ويريدون يوم غد الاربعاء والاحد دوام. والله الاهالي ما عندهم منين يجيبون مليون و200، واني طالبه من العشرة الاوائل تسلسلي سبعة، ويقولون ما يشملك الإعفاء من الأقساط. هاي قضية يعني ترسل من طالبة من طالبات العراق إلى وزارة التعليم العالي، ونقولها انظري في حال متفوقي العراق. السلام عليكم، تحية حب وتقدير لقناة الرافدين الوطنية الأصيلة، أسأل الله أن يزيدكم من فضله. أبو عمر من أمريكا، شكرا لك أخوي. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ المحترم للجميع. اليوم يقف العراقيين النجباء والشجعان أحفاد أبطال ثورة 20 شيبان وشعلان والشيخ الضاري، إجلالا وإكبارا لأرواح شهداء ثورة 20 والشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء في تاريخ العراق الحديث. في يوم الشهيد الأغر يقف العراقيين وعموم والعرب مرفوعين الرأس في 1/12 من كل عام في سفر العراق والعرب الخالد. في مثل هذا اليوم أقدم الجبناء النظام الدموي الخميني الإيراني العفن، أو أقدم على إعدام كوكبة من الأسرى أبطال العراق على يد هؤلاء مرتزقة الخضراء خدم الأجنبي أقزام الاحتلال الأمريكي عملاء إيران جارة السوء والشر، على إعدام هؤلاء الشهداء الأسرى. رحم الله شهداء العراق السابقون الأحقون واللاحقون، ما راح حق وراءه مطالب. والسلام عليكم. السلام عليكم، تحية للكادر وللمشاهدين. بالنسبة إلى موضوع الحلقة، راح نشوف المستقبل قريب إن شاء الله كيف سيؤخذ هؤلاء القتلة والمفسدين على حين غرة، وذاك الوقت خلي يعرفون حوبة أمهات الشهداء شلون ما راح تتعداهم، بس مسألة وقت. متابعيكم من ولاية فيرجينيا، أعتذر من باقي السادة المشاهدين اللي كتبوا لنا رسائل وما قدرت أقراها لأن الوقت أدركنا، وأعتذر من السادة المشاهدين اللي يتصلون إلى حد هذه اللحظة ما قدرنا نأخذ اتصالاتهم. مشاهدينا الكرام، الحكومة العراقية ما تتباوع على الشعب العراقي ولا تتباوع على مطالبه ولا تنفذ له شيء. هي لو تريد تتفاوض ويا المتظاهرين كان نفذت مطالبهم وما تفاوضت وياهم وهم كان رجعوا لبيوتهم، لكن هو هذا ديدن الحكومة ويا المتظاهرين من قبل مو جديدة عليهم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بموعد جديد من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.